نتورك، شبكات. شو هي الشبكات وتقسيمتها؟ هذا من الدرس أنواعها، وباختصار أكيد احنا عم نعطي نتورك على قياس الصف اللي عنا. أول شيء حبلش بتعريف كلمة لان، Local Area Network. Local Area Network هي بتتألف إذا بدكم من مجموعة كمبيوترات متصلة ببعضها بتعمل شبكة. بتميز الشبكة أو بتتألف من رصوص، يعني مصادر، بروجرامات وفايلات بتعمل مشتركة وكوميونيكيشن. لكن لان هي إذا بدكم مجموعة كمبيوترات متصلة ببعضها لتقدمي خدمة للناس، هي إذا بدكم مشاركة المعلومات. هذه أهم النقاط تبعها، أكيد بزيد للسكيورتي. اتطورت بعدين وصارت بتغطي إذا بدكم صار في سرعة معينة وصار في امتداد لها وتقسمت المجموعات. من أهم إذا بدكم الكلمات المستعملة هي إثرنت. إثرنت إثرنت هي الكيبل أو نوع الشركة اللي عملت الكيبل اللي هو بنربطه ببعضهم، يعني عدة أجهزة، ما بحكي عن وايرلس، إذا اتصلوا ببعضهم عبر كيبل معين، هذا الكيبل النوع تبعه إثرنت، الشركة المصنعة له بسموه إثرنت كيبل. أكيد في عدة تكنولوجي، يعني طريقة إرسال داتا، ومنها التكنولوجي FTDI and Token Ring، هو بحكي عنه بعدين. أوكي تكنولوجي. من الادفانتج تبع اللان، يعني شو اذا بدكم نستفيد من الشبكات؟ كوست افكتيف، يعني ارخص. تصور انت بدك تبعت معلومه لحدا، بدك تروح لعنده على البيت تعطيه الورقه، تصور شغله صعبه. فلكسبيليتي، البساطه. وشيرينج ديفايسز، يعني اذا انا عندي برينتر ممكن كل الموظفين يطبعوا عليها، اذا عندي معلومه الكل ممكن يشوفوها. وسكيورتي، مش مسموح حدا يفوت على الشبكه الا اذا كان معه باسورد. يعني بشكل بسيط كيف هتبعتوا فرض تكون على الاجنده، نفس الشيء. هون في اذا بدكم سكيورتي ومش مكان فيه بعد الا اذا كان طالب هالصف، الا اذا وزاره التربيه هي سمحت له يفوت. اوكي اكيد بجاوب مرتين، انا بحكي باختصار. هيدي حكيت عن اللان اللي هي مصادرها محدودة. هلا بحكي عن الوان. لما تكبر الشبكة تصير شبكة عملاقة، يعني بتغطي إذا بدكم كل إذا بدكم نص العالم، مدينة كبيرة بسموها وان. يعني الوان باختصار هي مجموعة لان. لاحظوا الصورة هون، لان 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 كلهم سوا صاروا شمون سموهم وان. الوان هحاول قسمها شوي لأن كلمة وان كتير كبيرة. أول تعريف للوان أو تفصيل للوان هي مان Metropolitan Area Network. هي larger than LAN، يعني أنا بكون أكيد المان جاي بين اثنين، أكبر من LAN وأصغر من وان. بس حددها بشكل تاني، تقريبا مساحتها الجغرافية بين 5 إلى 50 كيلومتر، وبتغطي مدينة، سيتي، كوليدج، كامبس، نتورك. يعني إذا أنت عندك 4 فروع للجامعة بتغطيهم المنطقة، أريا كبيرة بسموهن مان. يعني 4 فروع جامعة عاملين شبكة اتصالات بين كل فروعتها بنسميها مان. توضيح أكثر، could be ISP، يعني في ISP واحد، يعني انترنت سيرفيس بروفايدر، يعني واحد يعني مسؤول عن اعطاء الانترنت لها بسموه انترنت سيرفر بروفايدر، بكون في واحد مبدئيا. يعني عادة لما تتخطى الاريا وتتخطى الاي اس بي صارت وان. نحن عم نحكي عن تفصيل اصغر من الوان واكبر من اللان. اوكي لاحظوا اعطانا الصور هون، اذا بتشوفوها شوفي التفصيل تبع قدام غطيه مناطق، لكن متروبوليتان اريا نتورك. بنتقل لشيء تاني اصغر من المان، هي كان كامبس،
يعني كيف اعطوها التفاصيل، كنترولر، كوربوريت، كلاستر اريا نتورك. يعني برايي هذه اصغر شوي من المان جغرافيا وتقنيا. هون لاحظوا بتضم اكثر من لانس، لاحظوا شايفين هون وذن ليميتد جيوغرافيكال اريا اصغر من مان، لكن لما بتصير امور اصغر شوي اوكي بسموها كان، مثل كامبس، مثل مبنيين او ثلاثه صارت كان. عم بوضح نتوركينج اكويبمنت، سويتشز، راوتر، ترانسميشن ميديا، اوبتيكال فايبر. بعطيك شو مؤلفه، وممكن تكون هيدي بتغطي كامبس، لاحظتوا انتربرايز، يونيفرسيتي، يعني اذا اعتبرت فرع واحد يونيفرسيتي ممكن نسميها كان. ننتقل للقسم الثالث او الفئه الثالثه. الفئه الثالثه هي سان ستورج. كلمه ستورج بتدار تخزين، يعني انت عم تخزن المعلومات. لاحظتوا سان مي بريفير از اي سب نتورك اور سبيشال بيربوس نتورك سبيشال از تو الاو يوزر on a large network to connect various data storage. يعني باختصار لما انت بتخزن المعلومات ب هارد ديسك معين، بسيرفر معين، هدفك التخزين مش بس الكوميونيكيشن، سموا هاي الشبكه سان. يعني من اهم نقاطها هي تخزين المعلومات. لاحظت هون اعتبروا في ثلاثه سيرفر هون عم يتلقوا ويعطوا المعلومات، هي الابلكيشن داتابيز ومول سيرفر. لكن اعتبرنا نحن انه مجموعة السيرفرات المسؤولة عن تخزين المعلومات واعطائها عند الطلب بسموها سان. VPN Virtual Private Network. VPN هي حقيقة تستعمل لا تحافظ على معلوماتك وتحميها من الهاكرز، من الفيروس. VPN هي private network access public network remotely. يعني انت ممكن تطلب، او لاحظوا اذا بتشوف الشكل هيدا هون، بدل ما المعلومات تفوت على الانترنت مباشر من دون صيانة من دون مراقبة، ال VPN هي بتنظم لك، يا بتفلترها وبتمنع اي واحد يفوت عشوائيا. لاحظوا هون authentication validate، يعني ممنوع حد يفوت لعندك الا ما يخضع لنظام identity تدقيق. confidentially بتشفر المعلومات، حتى لو قدر يفوت بتساوي مشفرة، يعني مش مسهول يقدر، لو استقبل معلوماتك ما بيعرف يفكها لانه مشفرة. integrity ensure data sent between two devices، نتأكد إذا هالداتا رايحة المحل المظبوط. كل هودي بتأمنهم إذا بدك ميزة أو مجموعة من الأجهزة بسموه VPN Virtual Private Network، بسموه هون Tunnel to Remote Location. لاحظوا كيف هون هودي حماية للمعلومات تبعك. PAN Personal Area Network، وبتلاحظوا بكل عم نشرحه نحن هون عم نشرح ميزات النتورك. PAN لما انت بتعمل نتورك خاصة فيك، مؤلف من جهة اجهزتك، لابتوب تبعك، الكمبيوتر كيس تبعك، كل هودي ركبت شغلة بسموه PAN. Transmission amongst devices such as computer, telephone, tablet and personal digital assistant، كل هودي بسموه PAN. اكيد ممكن تستعمل بلوتوث، انفراريد مش على طول مستعملها، يعني قليل استعمالها، وهوم اريا نتورك وايرلس، وهوم اريا نتورك. بان دبليو لان وايرلس لوكال اريا نتورك. دبليو لان مش وان، دبليو لان يعني اذا انت عملت شبكه مخفيه من الأجهزة اللي حواليك بسموهن Wireless Local Area Network. ما بتتخطى منطقة معينة، بس انه ممكن تعمل شبكة خاصة فيك
او بغيرها بسموهم ده واير، لكن الوايرلس لوكال ايريا نتورك هي صفات الشبكة مخفية. الانترنت ووركس مثل ما قلنا في ثلاث انواع من الانترنت. انترنت التقليدي اللي بتعرف انت تفوت انترنت هي البابليك، مين ما كان في فوت عليها، عملية ما بدها باسورد، بدها اشتراك بس. الانترنت لا، انترنت هي خلق شبكة خاصة فيك وبالموظفينك، او اذا كانت مؤسسة كبيرة مش مسموح حد يفوت عليها الا اذا كان عنصر مولود فيها بفوت عليها وبياخد معلومات بده اياها وبشكل دقيق. برايفت اذا بدكم برايفت كمبيوتر نتورك. اوكي، نفس التكنولوجيا تستعمل بصناعة الانترنت بس خاصة. الاكسترانت هي مزيج بين انترنت والانترنت. لما بتسمح لحدا من الانترنت يعمل اكسس على الانترنت لبعض الفايلات صارت اكسترنت، يعني امتدت من انترنت للانترنت ووصلتها ببعضها، بس مش بشكل عشوائي، سبيسيفيك اذا بدكم سبيسيفيك سورسز فروم اوتسايد. الانترنت اللي بنعرفها كلنا هي الشبكة الضخمة العملاقة. هون إذا بدي يقسم، إذا بدكم تقسيمات الإنترنت ووركينج موديل، اعتبرها هو في عندك كور لاير، ديستريبيوشن لاير، وأكسس لاير. لاحظوا كيف؟ الكور لاير ترانسبورت لارج أماونت أوف داتا ريلابيتي أند كويكلي. الهدف الأول، التقسيم الأول هو إرسال الداتا كلها، المعلومات الضخمة تبعك، بشكل موثوق، يعني من دون مشاكل. الداتا تروح لعند الهدف تبعها بريحه وبسرعه، سماها كور لاير، هي مسؤوليته. هي قسموا تقسيم معين، اكيد اي عطل هون بوقف كل الانترنت. ديستريبيوشن لاير، لاحظوا القسم الثاني هون، اعتبر في اذا بدكم راوتينج وفلترينج. الراوتينج يعني عملية إيجاد الطريق المضبوط لأقصر بهاي المعلومات اللي عم تنبعت من الكور لاير. وفلترينج إذا بدك تنقيتها، أحسن أحمل المعلومات كلها عشوائيا، بياخد البارت اللي بدي إياه بشكل أخف علي، هيك بخفف وقت وإذا بدك كاباسيتي وقدرة. ديستريبيوشن توزيعه. اوكي، توزيع، لكن اول شيء بعثنا المعلومات، عملنا الفلتر بين شيء ما تاخذ معنا وقت ووزعناها، وبيجوا اخر شيء اكسس لاير، اعطاء الحق للشخص المطلوب يفوت على المعلومات من شيء ما تكون عشوائي. اوكي، هاي بشكل عام يعني الفكره السريعه عن اللاير. بدي اقول شغلي انه هون الاسئله حتيجي هلا بتعتمد على الشرح تبعنا، يعني بدك فيك تجاوب على الاسئله المتعلقه بهذا الدرس، بدك تقرا الدرس، يعني حاعطيك انا مجموعه اسئله بدك تقرا الدرس اللي اعطيك اياه هون لتقدر تجاوب عليها. ثانك يو. بير تو بير، بير تو بير هو لما لك عبروا عنها لما مجموعه من الاجهزه بتتصل ببعضها من دون وجود سيرفر، يعني لما مجموعة طلاب متصلين ببعضهم وهن بفوتوا، يعني بيتصلوا ببعضهم بيتبادلوا المعلومات، بسموها بير تو بير، سمبلست فورم، بسيطة. هون عرفها when two or more PC are connected and share resources، وبيتشاركوا بالمعلومات، يعني ما حدا بيعمل كنترول على التاني، بير تو بير. أكتر شيء بالمدارس هذه. client and server network بتختلف عن peer to peer. هون صار في client و server، صار في client بيطلب معلومة والمعلومات كلها موجودة بالسيرفر. مثلا هون اذا بدكم لك سيرفر موجود هون، هذا السيرفر بيعمل كنترول على المعلومات، على البرينتر، على السكانر، يعني في سيرفر client و server، في شخص بيطلب معلومة وهالمعلومة موجودة على جهاز تاني. الجهاز التاني او اذا بدكم الصلاحية اذا موجودة بهذا الجهاز بسموه سيرفر، بدير اللعبة كلها. الكلاينت لا، الكلاينت بيطلب معلومة ما عنده قدرة لا يرفض او يقبل، هو طالب معلومة، كلاينت.
كلاينت بالمعنى هو شخص عم بيشتري شغلة، زبون يعني بده شغلة، سيرفر هو اللي بيعمل كنترول عليها. هون بعطيه المعلومة such عم بيحكي عن سيرفر act at the storage location، أو يعني من هالسيرفرات الجهاز الكبير اللي هو بيملك المعلومات. السيرفر is higher than average performance، وممكن يكون هذا السيرفر عنده قدرة أكثر بالسرعة وبالتخزين مش مثل الأجهزة الثانية. هون typically teacher and student بسكول هن نموذج بالكلاينت. تعطيكم مثلا نحن عم نفوت على الاجنده، نحن الاساتذه والطلاب بفوتوا على الاجنده، وين موجود الاجنده والمعلومات موجوده؟ وين؟ بوزاره التربيه. يعني السيرفر هون موجود بوزاره التربيه، ونحن هون الكلاينت عم نطلب المعلومات وهم بيعطونا اياها، وعندهم سيرفر بخزن معلومات، سيرفر بشيك اذا انت الشخص المضبوط عم تفوت على المعلومه. كل هالنظام هيدا بسموه كلاينت اند سيرفر نتورك. Thank you for listening. Goodbye.